من أعضاء الإطراح أيضا كما ذكرنا المفاصل إحنا بنعرف أصلا أن المفاصل تناول المشتقات الحيوان اللحوم الحمراء يؤدي إلى تولد اليوريك أسيد تولد اليوريك أسيد يؤدي إلى نوع من أنواع التهاب المفاصل اسمه النقرس ولكن بالفعل وجدوا ان الفوسفوريك اسيد الذي ياتي من مشتقات الحيوانيه بكثره او تناولها بكثره يؤدي الى توليد ما يعرف باسم النقرس الكاذب وهي حاله بيكون فيها الام والتهاب المفصل ولكن نقيس اليوريك اسيد بيكون طبيعي اما الفوسفوريك اسيد في داخل المفصل فيكون مرتفع ولذلك احنا نلاحظ عاده انه كثير من الناس سبحان الله يعاني اضافه الى القولون مع حساسيه الانف مع مشاكل في الجلد نجد انه يشعر بالام في المفاصل واحيانا بسوي حتى الفحوصات الالتهابيه ولا يجد شيء يعني لا يوجد اجسام مضاده ضد هذه المفاصل ومن ثم نقول انه ببساطه تراكم الاحماض بالمفاصل سيستدعي الخلايا الالتهابيه يسبب الالم احيانا يسبب اعاقة الحركة وذلك نجد لأن العملية الالتهابية تنشط في الليل وتقل في النهار انه دائما الم المفاصل بيكون وجه الصباح او في الليل ويترافق عادة مع تيبس صباحي سبحان الله. طبعا ما السر في ذلك؟ كثير من الناس يسال طب ليش العملية الالتهابية تشتد في الليل؟ يعني احنا مثلا عندنا التهاب المفاصل يشتد في الليل. الربو وحساسية الانف وحساسية الصدر ايضا تشتد في الليل. طيب لماذا تشتد في الليل؟ التهاب المعده ايضا في الليل، طيب لماذا ليس في النهار؟ ببساطه الله سبحانه وتعالى قسم جسم الانسان بين الليل والنهار واشار الى ذلك سبحانه وتعالى في القران الكريم. قال: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال ايضا: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إذا لاحظوا الليل مصمم للسكون والنهار مصمم للحركة والنشاط والمعاش وهذا يتوافق في الحقيقة مع العلم الحديث الذي يثبت أنه في النهار يسيطر الجهاز العصبي الودي سمي الود من الود قال لأن الحبيب إذا رأى حبيبته يتسرع قلبه ويرتفع نبضه ويزداد ضغطه ويزيد معدل التنفس ويزيد معدل الاستقلاب وتتولد الحرارة في جسمه فهذا الجهاز الذي يقوم بكل هذه الوظائف يسمونه الجهاز الودي ويبدأ مع بداية النهار سبحان الله عندما يدخل المغرب يسيطر الجهاز العصبي نظير الودي على العكس تماما يبطئ القلب يبطئ التنفس يخفض الضغط الدموي الشرياني يقلل معدل الاستقلاب يخفض درجة الحرارة وهكذا وإذا كانت أخفض حرارة وأقل نبض وأقل ضغط يسجل دائما في الليل سبحان الله لاحظوا عندما يكون عندي تدفق الدم قويا وسريعا في النهار لا تستطيع الخلايا الالتهابية الخروج لأن هناك تيار دافق وقوي جدا يسحبها ولكن في الليل عندما يسيطر الجهاز نظير الودي ويتباطأ القلب ويتباطأ تدفق الدم يصبح هناك قدرة لهذه الخلايا الالتهابية على الخروج أين تخرج؟ تخرج إلى المقاهي التي تدعوها هذه المقاهي هي الأوساط الحامضية وعادة هي أعضاء الإطراح التي تراكمت فيها الأحماض من أجل هذا نجد من أعضاء الإطراح قلنا الرئتين والجهاز التنفسي عند استدعاء الأحماض بتصير حساسية الصدر في الليل أكثر بسبب استدعاء الخلايا التحسسية والالتهابية أيضا استدعاء هذه للأنف يسبب لي حساسية في الأنف أيضا استدعاء هذه الخلايا نحو المعدة بسبب زيادة حموضة المعدة وقرحة الاثنى عشر كما نعلم تأتي في بعد منتصف الليل وتوقظ المريض من نومه ايضا استدعاء الخلايا الالتهابيه نحو المقهى الذي نسميه المفاصل سيؤدي الام والتهاب في المفاصل وهكذا طيب كيف نتخلص من هذه الاعراض